اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش زبده فول سوداني بالشوكولاته. نطلع فاصل ونرجع نعمل ساندويتش. مكونات الساندويتش النهارده زبده فول سوداني، شوكولاته خام مبشوره، سكر بودره وزبده. هنبتدي الاول نسخن شويه زبده على نار هاديه. ندهن توست بالزبدة كده من على الوش. ندهن الشريحة التانية بزبدة فول سوداني. الساندوتش ده يعني مليان سعرات. زبدة فول سوداني مفيدة جدا للرئة، عشان الزيت بتاع فول سوداني بيبقى مفيد للرئة. لو بس الساندوتش ده يعني مسمينه معاه زبدة وشوكولاتة وزبدة فول سوداني، فده ممكن الواحد يستعمله بقى الصبح بدري في البرد على الفطار، حاجة كده بيكون محتاج طاقة كتير، أو يعني لو حد نفسه في حاجة حلوة يعني. دلوقتي حط الشوكولاته في الزبده، سيبها تسيح بهدوء كده. طريقة شوكولات كده. الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش زبدة فول سوداني بالشوكولاتة، ساندوتش حاجة ساقعة بالهنا والشفا. النهارده هنعمل عصير فراولة بالايس كريم. المكونات ايس كريم فانيليا فراولة وكريم. هنستعمل الايس كريم مع الفراولة في الخلاط. نقفل ونخلط.
تمام. كده العصير بتاعنا جاهز، عصير ايس كريم بالفراوله، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.